انا كيعرفني كل شيء بانني قلبي بيض، وما كنعرفش ما معنى العداوه ومعنى انني نادي شي انسان ولا كذا. انا من هذا المنبر ديالكم المحترم كنقول اخوتي عفى الله عما سلف، وانا الكبير اجي لعندي مرحبا بكم، حشومه نغيروا الوالدين ديالنا في قبرهم راه حرام، لانه الوالدين كيكونوا في القبر كيبغيو يسمعوا وليداتهم فرحانين ومجموعين والشمل مجموع. وانا من هذا المنبر كنوجه رساله لجميع الاخوان من خلالي انا، من خلال هذا المشكل اللي وقع كنتمنى باش كل الاسر وكل العائلات المغربيه ما يوقعش فيها هذا المشكل، تآزروا وتحابوا وكونوا متضامنين، لانه مني كيكون شي عصا غيب وحدها دغيا كتهرسها، ولكن لا كانوا بزاف ديال العصي مجموعين ملي كتجي تهرسهم يصعب تكسيرهم. ولهذا انا كنتمنى باش هاد الدرس يكون عبره، يكون عبره للجميع. وكذلك كنحيي المغاربه الله يطول عمرهم، وكنقولها من اعماق قلبي على المحبه وعلى التآزر وعلى هاد العطف اللي عطيتوني في العالم كله. راجتني مكالمات من خارج الوطن، من امريكا، من اوروبا، تفاجات والقلق الحمد لله. حتى الدراري الصغار اللي ما عاشوش معايا وهذا كيبغيو يعرفوا شكون هو هذا السيد هذا. وانا خرجت غير واحد الدور دابا في السوق، كنت في السوق هنا في المدينه القديمه، وليدات صغيورين كيجيو كيبوسوني وكيتصوروا معايا. هذه نعمه من عند الله سبحانه وتعالى، كنت كنتمنى انها تكون من خلال شي اغنيه ناجحه، أغنية دير كما تنقولوا البز ويتصوروا معايا الناس في أغنية. ولكن كنتأسف أنهم كي يعرفوني في هذا الظرف اللي كنت مضطرا فيه، والمضطر كما قلت سابقا يركب الصعب. كنت مضطرا أن أواجه، أنا والله ما كنت غنجاوب الصحافة، كنت غادي نكمدها في قلبي وغنسكت، ولكن بإصرار من مجموعة من الإخوان قالك لا خاصك تجاوب باش الناس كيعملوا مقارنه، لان القاضي كيسمع من جوج، الا سمع من واحد كتكون يعني القضيه، ملي كيسمع من جوج الناس يصدروا حكما. والحمد لله المغاربه الحمد لله هذه نعمه من الله انهم اذكياء وكيفهموا غير من الشوف هذه العين، كيعرفوا الانسان واش صادق ولا غير صادق. والحمد لله حتى الصحفيين اللي ساكنين في سلا واللي هذا مشاو داروا بحوث ودخلوا للأزقة ومشاو شي أشياء أنا استغربت، وسولوا الجيران وسولوا العائلة ولقوا الحمد لله ما قلته كله على صواب، ما فيه لا زيف ولا كذب. علاش؟ لأن أحترم نفسي وأحترم المقام الذي شبكت فيه. ما يمكنش أنني رجل في هذا السن نبقى نقول الترهات والكذب. ما غنعاودش نكرر داك الشيء أنهم خطأوا وكذا، الله يسامح الله يسامح. من تجيو ان شاء الله اي مناسبه راه باب الدار محلول. ونتمنى انا الطلب اللي غنطلب منكم منين نتلاقاو ما نهضروش في هادشي، حيت الا هضرنا في هادشي غيبدا يضرني قلبي، ونهضروا غير نشربوا نديروا كويس تاتاي ونجلسوا نتجمعوا على طبيله وناكلوا هذا، وعفى الله عما سلف. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.